لماذا تشعر لوسي بالذعر الشديد؟ ساعدوني! روبوت إلسا، من يحب أكثر؟ لوسي، اشتريت لك دمية جديدة. أوه، أنا أحبها. شكراً لك أمي. لا يمكن أن يكون. ماذا يجب أن تفعل لوسي الآن؟ من أجلك. شكراً ولف. رائع، ولف جيد جداً. أوه لا، لوسي، لماذا لا تعتني بألعابك أبداً؟ لو كنت دمية لما كنت أريد أن ألعب معك بعد الآن. لا، إنها بالتأكيد تحب اللعب معي. دعونا نرى، هل هذا صحيح؟ من الرائع اللعب مع لوسي. فضائي، هل يمكنك مساعدتي في الذهاب إلى عالم روبوت إلسا؟ أريد أن أعرف من تحب أكثر، أنا أم وولف؟ نعم، اتبعيني. حسناً حسناً، من برأيكم سيحب الروبوت إلسا أكثر؟ وايفا، أنت لي. أنا آسفة جدا، العبي معي من فضلك. يا عزيزي، ساعدوني! أنا آسفة، أعدك أن أعتني بك بشكل أفضل من الآن فصاعدا. إذن فهمت لوسي أخيرا.